متابعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. انتم على المباشر معنا على قناتكم شوف تي في مباشره من كورنيش مدينه جديده. تحيه لكم خوتي المغاربه داخل ارض الوطن. اذا العطله الصيفيه مدينه الجديده طبعا كيف ما كتشوفوا كاين رواج كاين حركه واهم شيء. السلام عليكم. السلام عليكم، كيدايرين؟ بخير. اذا موضوعنا اليوم وضع الكمامه، ما فيها باس بنادم خروج يفوج على راسو، والاهم هو الكمامه. برافو عليك. اذا الكمامه ضروريه ومؤكده كيف ما كتشوفوا الناس كاين نسبه كبيره من الناس اللي وضعين الكمامه ديالهم. اذا دائما على المباشر على قناتكم شوف تي في مباشره من المدينه الجديده عاصمه دكاله كذلك عاصمه السياحه الداخليه. مرحبا بكم دائما معنا على قناتكم شوف تي في. مرحبا بكم، مرحبا بالجاليه المغربيه اللي حاضره معنا على هذا المباشر. مدينه جديده، المدينه الجميله اللي معروفه بالسياحه الداخليه، خصوصا السياحه الداخليه. كذلك الناس كتجيها من جميع من غير جميع اقطار المغربيه، كتجيها من خارج، حتى من خارج ارض الوطن. اذا خصوصا الجاليه المغربيه معروفه هذه المدينه بالشواطئ ديالها. اذا مدينه معروفه بالشواطئ ديالها، هذا شاطئ مدينه جديده. كاين شواطئ اخرى، شاطئ سيدي بوزيد، شاطئ حويراس، شاطئ بنعيم، شاطئ مريزيقه، شاطئ سيدي موسى، الوالديه، مجموعه من مريزيقه. طبعا شاطئ مريزيقه مجموعه من الشواطئ اللي كتزدخر بهم هذه المدينه، مدينه الجديده. الناس المصطفين مازالين حتى الليل. انا بهذا الجو صراحه الجو لطيف، يعني يساعد على اذا بعد يوم كان شويه ديال الحراره. الناس المصطفين تيخرجوا هنا بالليل في هذا الشاطئ، في هذا الرمال، رمال جميله صراحه، كيستمتعوا بالوقت ديالهم. تحيه لكم خوتي المغاربه داخل وخارج الوطن، دائما على قناتكم شوف تي في مباشره من مدينه الجديده. تحيه الناس بن سليمان، سي حفيد التاج، سي عبد الله حميمصه. اهلا سي عبد الله حميمصه، تحيه لك اخي سي عبد الله. سي عبد الله حميمصه من ولد جديده، اذا جماعه ديال مولاي عبد الله، ولاد جديده، ولاد مولاي عبد الله، واحده كيف ما كيقولوا الناس ديالنا ديال جديده. تحياتي لكم خوتي المغاربه. سي عبد الله حميمصه تحيه لك، تحيه للاسره الكريمه. تبارك الله عليك، تبارك الله عليكم جميعا. اذا من كورنيش مدينه جديده وصلنا حتى كيف ما كتشوفوا المياه ديال شاطئ مدينه جديده. اذا الاناره ساعدت كذلك على المصطفين انهم يكونوا حاضرين حتى ليلا. إذا بعد ما كان موضوعنا في هذا المباشر وضع الكمامات، في التعليق الناس كتطالب بأن باش ننزلوا للبحر نشوفوا ناس توحشات مدينة جديدة. تحية الناس عشاق مدينة الجديدة اللي معنا على المباشر الآن، تحياتي لكم. كاميليا غونزاليس تحية لك أختي، تحية لكم كاملين. تمنوا كاملين، اذا الجو زوين. سي عبد اللطيف بوتحيم، العفو العفو اخي،
مازال حتى ناس كتمارس السباحة في هاد شوف.